بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول توحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية. يقول النوع الثاني من التوحيد بعد توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية. ومعنى هذا التوحيد الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل وحده هو الإله المستحق للعبادة، وإفراده عز وجل بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. يبقى توحيد الألوهية يعني إيه؟ يعني إفراد الله بالإلهية. يعني الإلهية يعني المعبودية، إله يعني معبود. توحيد الألوهية يعني تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله. يقول قال صاحب تيسير العزيز الحميد: وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال: وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو قوله لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادات. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في القرآن. وقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه أول دعوة رسول بعد حدوث الشرك. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلماته لا إله إلا الله دخل الجنة. ده كله تعريف بأهمية توحيد الألوهية. يقول هذا التوحيد إيه دليله؟ يقول كل الأدلة الآمرة بعبادة الله سبحانه وتعالى. أي آية فيها الأمر بعبادة الله وحده هي أمر بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية يعني أن يكون الله هو المعبود وحده لا أحد سواه. كل آية تأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى هي أمر بتوحيد الألوهية. يقول هذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره. إفراد الله بالعبادة هو أول الدين. لا يدخل في الدين إلا بقول لا إله إلا الله. ومن خرج من الدنيا وليس معه لا إله إلا الله فقد خرج بغير الدين. فهي أول الدين وآخر الدين. الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك،
ثم ذكر أحكام الإسلام الكبرى، ثم ختمه بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر وتقعد مذموما مخذولا، أقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كل هذا أمر بإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ونهيه عن الشرك. ولا تجعل مع الله إلها آخر، نهي عن الشرك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر بالتوحيد. ثم بعد ذلك أمر بأحكام الإسلام الكبار: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إلى آخر الأمر ببر الوالدين، الأمر بالإحسان إلى ذوي الأرحام، الأمر بالاقتصاد في الإنفاق، النهي عن الزنا، النهي عن القتل، الأمر باليتيم، الأمر بالإحسان إلى اليتيم، الأمر بالوفاء بالميزان. ثم بعد ذلك قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فكأن أحكام الإسلام أولها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، وآخرها الخاتمة التي لا يصح من غيرها. كل هذه الأحكام هو عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. وباطنه باطن الدين، فكل أمر في الدين المراد به تعبيد القلب لله سبحانه وتعالى. كل الأوامر: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كل هذا مراده تعبيد القلب لله سبحانه وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تزكية طهارة الباطن. فيقول هي باطن الدين وظاهر الدين. ظاهر الدين العبادات الظاهرة مرادها توحيد الله سبحانه وتعالى، تسجد لله، تركع لله، تمتنع عن الشراب والطعام بأمر الله، تأكل وتشرب بأمر الله، تقتطع من مالك بأمر الله، ترتحل وتقصد بيت الله سبحانه وتعالى في الحج، تطوف وتسعى وتحلق، كل ذلك عبودية لله. فأحكام الإسلام الظاهرة والباطنة مرادها توحيد الله جل وعلا. يقول: هو أول دعوة الرسل. وانفصلها بعد كده، قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه السلام أول رسول بعد حدوث الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ثم حدث الشرك وأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام. فأول ما دعا إليه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك هود وصالح وشعيب
والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه دعوة كل رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول: هذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، وأول ما يدخل به الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلماته لا إله إلا الله دخل الجنة. قد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدأ فيه وأعاد، وضرب لذلك الأمثال، بحيث أن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. والنوع الأول من التوحيد أعظم حجة على النوع الثاني، توحيد المعرفة والإثبات. من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته وإنعامه علم أن لا معبود إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، ولا كمال للإنسان إلا بأن يكون عبدا لله. اللي يعرف أسماء الله سبحانه وتعالى، أنه هو الغني، أنه هو المحيي المميت، أنه هو الرزاق، أنه هو الجبار القدير، من عرف صفات الله سبحانه وتعالى علم أنه لا ينبغي إلا أن يعبد الله سبحانه وتعالى. من كان له هذه الصفات فلا بد أن يكون معبودا وأن يكون إلها. ومن عرف أسماء الله وصفاته عرف أن لا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فكل من سواه فقير، كل من سواه مرزوق، كل من سواه ميت، كل من سواه ضعيف. أقول: النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات أعظم حجة على النوع الثاني، أكبر دليل على توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما أمرهم أن يعبدوه دلل أو بين لهم لماذا يعبدوه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لم يقل اعبدوا إلهكم، لم يقل اعبدوا إلهكم يعني معبودكم، لم يقل اعبدوا الله، ولكن قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وده اللفظ نفسي في دليل على لماذا تعبده. عامل كده زي ما أقول لك تكون أنت بتتكلم مع والدك بطريقة سيئة، أقول لك: يا أخي احترم اللي صرف عليك ورباك. طبعا ليه ما قلت لكش احترم أبوك؟ عشان بقول لك اللي صرف عليك ورباك ده أكن أنا بقول لك ليه تحترم، بقول لك يعني هو مستحق الاحترام لأن فيه هاتين الصفتين، أنه هو رباك وأنه صرف عليك. الله سبحانه وتعالى هأمر الناس بعبادته، فيبين لهم في الكلام، يستخدم اسما من أسمائه تبين لماذا يعبدوه: اعبدوا ربكم الذي رباكم بالنعم، الذي رزقكم خلقكم وأحياكم وأماتكم، اعبدوا السيد الآمر الناهي، اعبدوا الملك المالك. ربكم دي بتجمع كل المعاني ديت، مش كده ولا انتوا نسيتوا امتحنتوا خلاص؟ اعبدوا ربكم يعني ايه ربكم؟ ربكم يعني اللي خلقكم ورزقكم والمدبر لأمركم والمتصرف فيكم، الذي أغناكم، الذي أحياكم، الملك المالك، السيد الآمر الناهي. فما يقول لهم هذا اللفظ ربكم يبقى كأنه يقول لهم ليه تعبدوا، وبعد كده بين بعبارة أوضح لماذا يعبد الله سبحانه وتعالى، فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبد الذي خلقك، الذي أوجدك بعدما كنت عدما، الذي لما خلقك أحسن إليك كل الإحسان، أعطاك ما لم تكن تملك، خلقك ضعيفا فقواك، فقيرا فأغناك،
خلقك لا تعلم شيئا فعلمك، لا تفهم شيئا ففهمك. وانت صغير كنت تعرف حاجة، كنت بتفهم حاجة، علمك أفهمك. خارج من بطنك، خارج من بطن الأم عريان، كساك الله سبحانه وتعالى. لا تملك شيئا، بقى خلاك عندك أكل وشرب وقدرة على الاكتساب وخبرات، وتقدر تتعلم وتقدر ان انت تشتغل وتقدر ان انت تصرف وتقدر تفتح بيت، أغناك بعد أن كنت لا شيء. فالذي خلقكم يبين لهم لماذا يعبدوه، لماذا يعبد الله سبحانه وتعالى. يقول النوع الأول من التوحيد هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أعظم حجة على النوع الثاني احتج الله تعالى به في كتابه في غير موضع، فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إلى كل ما عداه، مفتقرا إليه كل ما عداه، لا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يعجز ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. لا يعجزه، حطه هيه بعد الزاي، ولا تخفى عليه خافية. هذه صفات الله عز وجل لا تنبغي إلا له ولا يشركه فيها غيره، فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره. فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون سواه، ولا يشرك معه في عبادته أحدا، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. وقال: كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفات ثم أمر الناس بعبادته، قال: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذا في أهمية توحيد الألوهية، هذا في أهمية توحيد الألوهية. يقول: معنى لا إله إلا الله، فالتوحيد الألوهية هو لا إله إلا الله. ويعني توحيد الألوهية يعني أن يعبد الله ولا يعبد معه سواه، مش كده؟ ده معنى توحيد الألوهية، أن يعبد الله ولا يعبد معه أحد سواه، مش هي دي لا إله إلا الله؟ فبيقول بقى معنى لا إله إلا الله اللي هي ملخص مختصر توحيد الألوهية، يقول: معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل، وهي تتضمن الكفر بالطاغوت. لا إله، أنت كده كفرت بكل معبود، إلا الله أثبت العبادة لمعبود واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى، فكده أنت كفرت بكل معبود سوى الله. كل معبود سوى الله اسمه طاغوت، كل معبود سوى الله اسمه طاغوت. قال شيخ الإسلام: العبادة
لا معبود لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الإله يعني المعبود مش كده؟ طب معبود يعني تصرف إليه العبادة. طب يعني إيه هي العبادة؟ فقال شيخ الإسلام: العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، وقال: كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يبقى إيه هي العبادة؟ يبقى طاعة الله بامتثال ما أمر. العبادة إيه هي؟ طاعة الله، مش بمزاجك، باللي هو يأمرك به، امتثال ما أمر. ما نهى الله عنه هو ما أمر بتركه. هي العبادة يعني إيه؟ بيقول لك يعني إن أنت تمتثل أوامر الله اللي ربنا يأمرك به تعمله. ما يجيش واحد يقول لك طب واللي ربنا ينهاني عنه ما عملهوش؟ لو أنا عملت اللي ربنا ينهاني عنه يبقى أنا كده عبدت ولا ما عبدتش؟ فنقول لا، ما هو النهي أمر بالترك. النهي ده إيه؟ يعني امتثال طاعة الله بامتثال ما أمر، يعني طاعة الله بامتثال ما أمر بفعله اللي هو الأمر، وما أمر بتركه اللي هو ليه؟ اللي هو النهي. وقال: كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. عشان محدش يفتكر أن طاعة الله بامتثال ما أمر يعني معناها اللي بس يأتي بصيغة الأمر هو ده اللي ربنا اللي يفعله يكون قد عبد الله. لا، العبادة ما أمر الله معناها ما بين لك أنه يحبه. يبقى العبادة هي طاعة الله بفعل ما يحب، طاعة الله بفعل ما يحب. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الأمة ما ترضع ابنها حولين كاملين، دي عبادة ولا مش عبادة؟ طب وربنا أمر بيها؟ فين أمر بيها؟ فين؟ لا مش أمر، هو معنى الأمر. هو لفظه ده بيخبر الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ده بيقول حاجة بتحصل، لكن معناها كن وذكرها بهذه الصيغة، فده يدل على أنه يمدح ويأمر أو يحب أن ترضع الوالدات الأولاد حولين كاملين. خلاص هنقول العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر، مش ما أمر مش معناها لازم يجي بصيغة الأمر. والوالدات يرضعن، ولا قال يا والدات أرضعن أولادكن؟ يرضعن، يرضعن فعل مضارع مش أمر، لكن مفهوم منه أنه هو بيقول لهم إيه؟ اعملوا. مفهوم منه أنه بيقول لهم أرضعن، ماشي، وكان هو ما قالش أرضعنا، ده قال يرضعنا. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ مش يعني في كلام، في حاجات ربنا بيحبها يذكرها مش بصيغة الأمر، بس مفهوم منها الإيه؟ مفهوم منها الأمر. مثلا يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ده اللي افعلوها أو اتركوها؟ لا، بس ذمها معناها إن هو بيقول إيه؟ بيأمركم بتركها. زمها معناه أنه بيأمركم بتركها. كذلك مدح الرضاع عامين ده كأنه يأمركم به بفعله. هنا شيخ الإسلام بيقول: العبادة ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يبقى إيه هي عبادة ربنا؟ أي حاجة ربنا بيحبها ويرضاها، أي حاجة ربنا بيحبها ويرضاها، سواء كانت قول أو عمل، سواء كان ظاهر أو باطن. قول ظاهر زي إيه؟ قول لا إله إلا الله، قراءة القرآن، الصلاة، تسبيح، أذكار الصباح والمساء، كل دي أقوال ظاهرة يحبها الله مش كده؟ طب وأقوال باطنة يحبها الله زي إيه؟ ده مش أقوال دي. تصديق بوجود الله، يأتي الأمر ويقول صدقت، أعلم، أوقن، خلاص اليقين، تصديق، العلم، معرفة، كل دي اسمها أقوال القلب أو الأقوال الباطنة. الأعمال الباطنة زي الخوف والحب والرجاء والتوكل،
الأعمال الظاهرة زي الجهاد والحج والأمر بالمعروف والمشي إلى المساجد والإلقاء السلام والمصافحة، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. قال القرطبي: أصل العبادة التدين والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله. عبادة يعني خضوع وتدين، خضوع يعني انكسار واستسلام، تدين يعني ابتغاء القرب وابتغاء الثواب الغيبي. الأمور الشرعية سميت عبادة لأنها تعلم الناس أن يخضعوا لله سبحانه وتعالى، عشان كده سميت عبادة، تذلل الناس لله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير: العبادة في اللغة من الزلة، يقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، هكذا ذكر غيرهم من العلماء. بعدين بيذكر أمثلة على العبادات الباطنة والظاهرة. يقول: العبادات الباطنة منها المحبة ومنها التوكل ومنها الخوف ومنها الرجاء. العبادات الظاهرة كالصلاة والركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر والطواف والتوبة والاستعاذة والاستغاثة، كل هذه عبادات ظاهرة مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. إخوة تقرأ فضل لا إله إلا الله، وهتقرأ فضل بيان التوحيد، فصل في بيان التوحيد، في بيان فضل التوحيد. يا إخوة تقرأ، فإحنا هناخد شروط لا إله إلا الله والجمع بين أحاديث فضل الشهادة وأحاديث الوعيد، وبعد كده نبدأ في التحذير من الشرك. نكتفي بهذا القدر.